ألف سرزة وسرزة معي علي لقمان دير. هكذا حدثنا هردبشت. بوفيه مفتوح. لن أنسى ما حييت تلك الليالي التي كنت أقضيها في شارع الزبالة، وهو شارع شهير بهذا الاسم في محل بستان الزهرة في حلب، لكن لا زهور، أكوام من الزبالة هنا وهناك على طول الشارع وعرضه، إلا أن حنيني لم يأخذني إلى ذلك الشارع، لم يكن إلى هذه الدرجة، لأنني لا أنسى أيضا كيف كنا نحاول النوم دون جدوى في بيت استأجره طلاب في الجامعة. كان البرغش أو الناموس أو البعوض يتلذذ بهذه المائدة العامرة التي هي أجسادنا المتعبة التي تآلف بعضها مع البعوض، فنام قرير العين ودمه ممصوص وجسده عبارة عن بوفيه مفتوح للمجموعات السياحية من البعوض التي تتوافد بكثرة إلى هذا الشارع، بل إن بعض البعوض أخذوا إقامة في هذا الشارع. حتى غدا لكل إنسان هناك آلاف البعوضات، وصارت المناخل والبفبافات مجرد واقيات وكاسحات مدمرة لا حول لها ولا قوة أمام جحافل البعوض. لن أنسى ذلك لأنني لم أكن لأنام مهما هدت تعب حالي، وكان المطاف ينتهي بي إلى الجلوس والبكاء، ومع البكاء تحلو كتابة الأشعار. وكتبت تحت هذا الضغط الرهيب، كتبت كي لا يمعن البعوض في مص دمي، هكذا أصبحت شاعرا. هذه كانت دوافعي، وكان البعوض يلتفت عني أنا الشاعر المستيقظ لأنه ما فيني خير وجئر، ويلتفت إلى أصدقائي المشخرين وبالفراديس النظيفة حالمين. أحلم أحلم كيفما شئت، هكذا تكلمت البعوضة وأردفت، لكن دعني أقوم بواجبي، دعني أمص دمك دون أن تهشني أو تكشني أو بشحاطة تمعسني، وذلك كي أليق باسمي، اسمي بعوضة، وبالصيف تعرف اسمي. تذكرت شارع زبال الذي كان له الفضل في كوني شاعرا، وأنا أمشي في شوارع حلب وأشاهد تلك الأكياس السوداء المرمية في الشوارع، ما من عامل نظافة لحملها وما من فكرة تجعل راميها يرميها في الحاوية، ولكنني بعد لأي فهمت المعنى من ذلك بعد أن شاهدت بعض المجموعات السياحية من القطط الشوارعية وهي تمشي خلف دليلها السياحي القط الوطني. تفضلوا بوفيه مفتوح، يقول الدليل، فيهجم السواح الأهرار على الأكياس ويبدأون بتمزيقها وإخراج الطعام اللذيذ منها، شي بروستد وشي مشوي، سمك، لحم، خروف، حمار، ما بتفرق، كله عند القطط لحمة، وينوي قط أجنبي بعد الشبع، أهل الكرم معلوم، ففي بلادهم الناس بخلاء، وينوي قط أجنبي بعد الشبع ويقول أهل الكرم معلوم، ففي بلادهم الناس بخلاء، وكل أكياس مطبوبة في حاويات لها غطاء لا يمكن لقط شوارعي أخو أخته أنه يفتحها. هناك الطعام فقط لقطط البيوت المدللة، وهو طعام غير صحي كونه من المعلبات، أما قطط الشوارع الجعارية فلا معين لها ولا مشفق عليها. وقد حلل قط شوارعي فيلسوف من الغرب أن ظاهرة البوفيه المفتوح ليست متشابهة في كل الحارات، فهناك الحارات الغنية التي تجد فيها فخذ الفروج وقد أكل ربعه فقط، كما تجد الوجبات وقد رميت هكذا دون مساس تقريبا، وهذا ليس بطرا وإنما كرم مبين، وهناك حارات فقيرة لا تجد في أكياس سكانها الكثير من الطعام، ذلك أنهم يمصون الفروج مصا، أي يأكلونه لحما ويرمونه عظما، وطعامهم يناسب الكلاب بصراحة أكثر من القطط، لكن فرجي أزرق ولا تفرجي بخلك، ويا خوفي أن تقرأ بلدية حلب المقال فتقوم بقتل القطط عوضا عن تظبيط وضع الحاويات والنظافة وما شابه ذلك من علاج اعتادوا على سماعه من الصحافة. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.